واللعيبه امبارح نزلت على السوشيال ميديا المستحقات وما خدناش المستحقات والكلام ده. لعيبه الاسماعيلي النهارده طلعت بيان رسمي بتوجهه للمهندس يحيى الكومي رئيس النادي وبتقول له اين الوعود الانتخابيه واين مستحقاتنا. حتى كمان النهارده اللعيبه ما رضيتش تنزل تتمرن في الاسماعيلي، وكابتن ده اللي خلى او اضطر كابتن حمد ابراهيم لالغاء التدريب بسبب رفض اللاعبين النزول للتدريب بسبب المستحقات. يعني اتمنى الاسماعيلي يا جماعه مش في حمل الكلام ده. الاسماعيلي في المركز الاخير في الدوري، انا عارف ان اللعيبه طبعا ليها التزامات، عليها التزامات ومستحقاتها وكده، وانا بطالب المهندس يحيى الكومي واداره النادي الاسماعيلي لازم المشاكل دي تتحل، حتى لو إدارة النادي الإسماعيلي طلع جزء من المستحقات. احنا داخلين على شهر رمضان واللعيبة عندها التزامات وعندها أسر وعندها أولاد والكلام ده، فلازم يبقى برضو خلي بالكم الإسماعيلي مخلص قبل التوقف ماتش حلو وفوز على الاتحاد السكندري في اسكندرية، يعني في بوادر إن الإسماعيلي يتحسن، فبرضو لازم الإدارة يعني تديهم جزء من المستحقات، الأمور تمشي ما يبقاش الدنيا مقفولة خالص كده. طيب كويس، يعني زملائي في الاعداد بيقولوا لي دلوقتي ان هم تواصلوا مع المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي وقال ان الازمه بكره هتتحل وبكره هيبقى في فلوس في حسابات اللاعبين.